عندكم بعض الأسئلة. السيد كاتب دولة، مرحبا. سؤال عن وضعية متقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن العدالة والتنمية. تفضل. شكرا سيد الوزير. عن وضعية متقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدية نسائلكم. سيد تفضل. سيد الوزير. السيد النائب المحترم تعلم على انه بالفعل المكتب الوطني للسكك الحديديه في اطار التعاقد اللي عنده مع المستخدمين ديالو عنده سياسه اللي هي سياسه الاشتغال، ولكن ايضا سياسه مرتبطه بالنظام ديال التقاعدي، فالنظام ديال المعاشات يحول لجميع المتقاعدين بدون استثناء الارسهار. كاين ما هو مرتبط بالتغطيه الصحيه، كاين مؤسسه مستقله ديال السككيين هي اللي تدبر هذه العمليه، والحمد لله ما عندش المكتب اي شكايه بانهم لا يتوفرون على هذه الامور اللي هي مرتبطه بالتغطيه الصحيه. كاين اشكال في بعض ما هو سكن اجتماعي، واقول سكن اجتماعي اللي هو مخصص لهذه الفئه، واللي المكتب الوطني عنده عده اتفاقيات مع مؤسسات تمويليه على اساس انه يكون طرف في الدعم. اليوم كاين مشاريع اللي هي جاهزه، كاين اللي يستافدوا منها، وكاين بعض الاشكالات وخاصه الاشكالات الاداريه في بعض المحطات بالنسبه لهؤلاء المتقاعدين. شكرا. شكرا. تفضل السيد نائب تعقيب. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير، نتمنى مجهوداتكم في هذا الخصوص. هذه الفئه السيد الوزير ما يمكنش يكون الجزاء ديال الخدمه ديالها انه يتم الضغط عليها في ملفات اجتماعيه من طرف الاداره ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه. فالممثلين ديال هذه الفئه هذه، وخاصه بعد ان حظوا بالاستقبال ديالكم، كيتشكاو من المضايقات ديال هذه الاداره، فنتمنى انكم توجدوا لهم الحل. بالاضافه السيد الوزير، فعلا مجموعه المشاكل تحلت، ولكن المشكل الكبير والعويص هو الضغط اللي تيتدار عليهم من اجل مغادره السكن الوظيفي بدون ايجاد حل ملائم لهذه الفئه هذه. ومن خلالكم السيد الوزير، ومن خلال هذه المؤسسه المحترمه، لابد ان نمر على فئات اخرى من المتقاعدين اللي تيعانيوا في صمت. فإلا جينا نهضروا السيد الوزير على العمال المتقاعدين المناجم، خاصه المنجم ديال احوليمي بلاد زيده، الناس اللي قضوا النحب ديالهم وتوفوا، الارامل ديالهم كيستافدوا من رواتب اقل من 500 درهم، كيفاش يعيشوا هذه المعيشه والمتطلبات ديال هذه الظروف الحاليه؟ وايضا بالاضافه ان هناك فئات اخرى، القوات المساعده والقوات المسلحه الملكيه، فيها الناس اللي مازال الرواتب ديالهم اقل من 1400 درهم، 1500 درهم. فلا بد السيد الوزير من الالتفات لهذه الفئه، بالاضافه لفئات اخرى، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، لابد اننا نراعيو لهم. وهذا السكن الاجتماعي اللي كيدار، الا ترون السيد الوزير ومن خلالكم الحكومه ان هذه الفئه هذه تستفد منه؟ تعقيب اضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. تفضل. ترام تعلم على انه بالفعل السكن الوظيفي هو مرتبط بالوظيفه، فالانسان مين ما تيبقاش في الوظيفه بمعنى تيمشي للتقاعد خاصو يخرج من السكن الوظيفي، لانه الا ما خرج من السكن الوظيفي من لا يستفيد هم زملاؤه الاخرون اللي خصهم هما يستافدوا من ذاك السكن. عندنا نموذج ديال الجديده اللي بالفعل تكلمتوا على 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 بعض المتقاعدين في هذا السياق، ان حكم قضائي اللي هو نهائي على اساس انهم يفرغوا المساكن ديالهم لانهم ملتزمين ومسنيين وليغاليزين على انهم خصهم يخرجوا من يساليو، الاداره لحد الان تدير معهم الحلول السلميه ورغم مازال في ذاك المساكن، لانه اعتبارا لهذا الشيء اللي تكلمت عليه انت السيد النائب، لانه بالفعل لا يمكن ان نقبل انه فئه اللي خدمات في المكتب لسنوات انه تمارس عليها ضغوط. الا كاين شي حاجه من هذا الشيء اللي قلته، انا اريد ان اتوصل بالشكايه ديال هاد الناس، لا علم لي على انهم تمارسوا عليهم ضغوط. شكرا. اداريه. شكرا. بشي تعقيب السيد النائب. اذا نمر للسؤال الموالي حول الاثار الاجتماعيه لحوادث السير للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية. تفضل.
تفضل سيدنا. شكرا السيدة الرئيسة، السيد كاتب الدولة المحترم، رغم المجهودات المقدرة اللي كتقوموا بها في مجال السلامة الطرقية، لازال بلادنا فيها يعني عدد كبير من الضحايا. لذا نسائلكم عن دراسة الأثر الاجتماعية وعن الإجراءات المتخذة من أجل المواكبة والمعالجة، وشكرا. سيد كاتب الدولة. شكرا سيد النائب المحترم. تعلم على انه بالفعل اليوم الاستراتيجيه الوطنيه 2017-2026 هي استراتيجيه طموحه في مجال السلامه الطرقيه وتهدف الى تقليص عدد القتلى بحوالي 50%. اليوم الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه تقدرها منظمه الصحه العالميه بين 1 و2% من الناتج الداخلي القومي، بمعنى تقريبا حنا تنقولوا بالمغرب 12-15 مليار درهم. اليوم الوزاره من خلال هذه الاستراتيجيه دايره اتفاقيه مع المركز الوطني للبحث العلمي للسيناريستي على اساس اننا عندنا تقريبا مليار سنتيم اللي هو في البحث في مجال الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه لحوادث السير، على اساس ان الدراسه ديال هذه الاثار هي اللي غتعطينا تعديل استراتيجيه ولما لا احداث اجراءات جديده في الاستراتيجيه الوطنيه على اساس تقويم ما يمكن تقويمه او اعاده النظر في الاجراءات اللي تنقوم بها. شكرا. شكرا. تعقيب الاضافي للاخ النائب. ماشي تعقيب اضافي، هذا تعقيب السيد الرئيس. تعقيب ديال السؤال. تفضل. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، اهميه السؤال تكمن في اننا على ابواب الصيف، والصيف يعني العطله، والعطله تعني ضخا لاساطيل كثيره في الطرقات ديال بلادنا، كنزيدوا عليها ديال الجاليه المغربيه في الخارج، هذا يعني لا قدر الله حوادث، وهذا يعني كذلك اتساعا للاضرار الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه لحوادث السير. اذا اثرنا هذا الموضوع فلكي نطرح التساؤل، متى ستنتهي يعني سينتهي مسلسل ديال فقدان الاسر لافرادها، فقدان الاسر لمعيليها، فقداننا لخبرات ويد عامله مجربه ذات خبره. ملي كنطرح هذا الشيء كله، هذا يقودنا الى البحث عن المسؤوليات، والبحث عن المسؤوليات دائما في الواقع اننا كاين تقادف ديال المسؤوليات، كلها كاين عتل اخر، في الحين ان المسؤول عن هذه الكوارث هو كل الضمائر، انا انت انتما هما هم هن الى اخره. يعني الحكومه مسؤوله، والمجتمع المدني مسؤول، والمجالس مسؤوله، ولكن كذلك المواطن مسؤول. مشكور السيد الوزير على مجهوداتكم في هذا الاتجاه ديال الحد من الاضرار، سيما في عملكم على اخراج القانون 103/14 المتعلق بالوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، والذي نسالكم بالمناسبه عن مآله وعن تفعيل مضامينه. هذه الأضرار لابد أن تتوقف السيد الوزير من خلال التضافر للمجهودات ديال جميع الضمائر المسؤولة ديال كل المتدخلين فيما يخص هذه الكوارث ديال حوادث السير التي فعلا تضع بلادنا في مصاف الدول التي لا تشرفها الأرقام. تعقيب إضافي حول الأثار الاجتماعية لحوادث السير. لا تعقيب. السيد كاتب الدولة تفضل. السيدة الرئيسة، هو لا يمكن أن يشرفنا أنه يموت مغربي واحد على الطرق ديالنا، لكن يجب أن نعتري بأن هناك تحسن في المؤشرات ديال عدد القتلى، وأيضا في المؤشرات اللي مرتبطة بالسلامة الطرقية. اليوم المقاربة هي مقاربة شمولية بالفعل، اعتبار أنه أكثر من 90% اليوم ديال عدد القتلى والحوادث ديال السير هي مرتبطة بالسلوك، وحوالي اقل من 10% مرتبطه بالعربه بالحاله الميكانيكيه وايضا بالبنيه التحتيه. اذا هذه 90% فيها عناصر متداخله. اليوم الوزاره تشتغل على الصعيد الوطني المركزي، وتشتغل ايضا مع مؤسسات المجتمع المدني، واليوم عندها مقاربه تشاركيه جديده مع العمالات ومع الاقاليم ومع السلطات المحليه، على اساس تحسيس ايضا المنتخبين على انهم خصكم عندهم ادوار حقيقيه وفعليه في المجال، عندما يقوموا بالبرنامج ديال التنميه المحليه، وايضا عندما تكون هناك برنامج اللي هو مرتبط بالمدينه، على اساس اننا نركزوا فيه على المداخل الحقيقيه لهذه الاسباب ديال الحوادث السير. شكرا. شكرا. سؤال موالي يتعلق بتقييم نجاعة الإجراءات المتخذة في مجال السلامة الطرقية لسيدات والسادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، في ظل هذه الأرقام المفزعة ديال ضحايا حوادث السير واللي ولات تضاهي ما يقع في الحروب، نسائلكم عن مدى نجاعة الإجراءات المتخذة في السلامة الطرقية. شكرا. س-
السيد كاتب الدولة. السيد الرئيس، شكرا للسيد النائب المحترم. هو النجعان نعطيك ارقام، لانه من بين الوسائل ديال التقييم هناك التقييم اللي هو مرتبط بالسوبجيكتيف، وهناك مرتبط بالامور اللي هي موضوعيه واللي هي رقميه. لولا انه ما درناش الاستراتيجيه منذ 2003 ديال المغرب، كنا في تصاعد، منحنى تصاعدي زائد 5% عدد القتلى سنويا. ابتداء من التطبيق ديال الاستراتيجيه نحن الان بالمعدل ناقص 3% سنويا. اذا عندك 8 ديال النقاط ديال النجاعه في هذه الاستراتيجيه. مؤشر الخطوره هو اللي تعطينا الخطوره ديال الحوادث، لان وان كثرت الحوادث المؤشر ديال الخطوره السيد النائب ربحنا فيه 8 ديال النقط من 23.5% الى حوالي 16%، بمعنى ربحنا 8 ديال النقط مؤشر الخطوره، بمعنى الحوادث اللي عندنا في المغرب اقل خطوره في 2017 مما كانت عليه هذه 10 سنوات. ثم ايضا المعدل ديال الوفيات ربحنا فيه ايضا 1.6 نقطه من حوالي اكثر من 6 الى 4.4، بمعنى هذه المؤشرات ديال النجاعه اللي المنظمات العالميه تعتمدها كلها تؤكد على انه الاستراتيجيه والحمد لله كانت في محلها، لكن هذا ما تيمنعش على اننا نقول لا زالت الارقام مهوله ويجب ان نقوم اكثر مما نقوم به حاليا لكي نصل الى ما يبغيه المغاربه. شكرا. شكرا. تفضل التعقيب السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير بديتي لي بالارقام، انا ساحيلك على الرقم الحقيقي اللي تيشعر به المغاربه، هو الرقم ديال حوادث السير. من نهار تحملت المسؤوليه ديال هذا المرفق 7 سنين هذه والحوادث في ارتفاع، حتى ولا المواطن تيتساءل شنو علاقه هذه الحكومه مع ارتفاع حوادث السير من 65000 الارقام تتكلم، من 65000 من 65000 في 2010 اليوم وصلنا اكثر من 90000. ايوا على الارقام، هذا هو الرقم اللي بغيتك تتكلم عليه السيد الوزير. هذا المشكل هذا ما فيه السياسه السيد الوزير. شوف هذا المشكل يسائلنا جميعا. لا 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 السيده الرئيسه، وضبطي معايا التوقيت الله يرضى عليك، الافكار ما غيمشيو غير تهنوا. على كل حال تفضل. هذا المشكل السيد الوزير يسائلنا جميعا، ماشي فقط انتم كحكومه ولكن يسائلكم اكثر. النجاعه ديال السلامه الطرقيه خصها تبدا في الاساس، هو مشكل سلوك. اين هي السلامه الطرقيه في المنظومه التعليميه؟ هذا يعني منعدمه تماما. اليوم السلامه الطرقيه تجي تستعملوها موسميا فقط، الحملات التحسيسيه ما نتذكروش. الجانب المتعلق اللي هو مهم بزاف ديال 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 الجمعيات والمجتمع المدني، يعني هملتوهم ولاو تيشحتوا. هادو دابا واحد 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 الفاعل الاساسي اللي راه غادي يعاونكم. هادشي كامل الا جمعناه تلقاو بانه خصنا المزيد من العمل في هذا الاطار هذا باش نحاربوا هاد الارقام المهوله اللي جالسه تدخل علينا. شكرا ولا تنتقدوا فيها. تعقيب اضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. تفضل السيد كاتب. شكرا السيد الرئيس. هو السيد النائب المحترم الموضوع خصك تشوفوا بشموليته. المغرب هذه 10 سنوات كان فيه 1.7 مليون عربة، اليوم فيه حوالي 4 مليون ديال العربات. الناس الموضوعيين ما تيشوفوش لا فالور ابسولو، القيمة المجردة، تيوضعوا ذاك الرقم ديال الحوادث على العدد. المغرب السيد النائب المحترم إذا قسمنا عدد ديال الحوادث وعدد القتلى على عدد العربات راه حنا في رقم 10، و10 هو اللي عند الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الترتيب. إذا من جي ونقول كلام المجتمع المدني، كنا نشتغل هذه 10 سنوات مع 100 جمعية، اليوم شكرا. نشتغل مع أكثر شكرا. من 800 جمعية ديال المجتمع المدني. إذا نمر إلى السؤال آخر، سؤال في ملف النقل. آخر سؤال في ملف النقل، السؤال حول إجراءات السلامة في الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. السيد الوزير المحترم، تتكرر بشكل ملفت للنظر. لا، إذا سمحتوا نسمعوا هذا السؤال مهم. تفضلوا. السيد الوزير المحترم، تتكرر بشكل ملفت للنظر الحوادث المرورية والاعتداءات على المواطنين المستعملين طريق السيارة، وقد خلفت هذه الحوادث عدة ضحايا في مجموعة من المقاطع تعتبر نقطة سوداء.
من ضمن هذه المقاطع مقطع برشيد، دار بيضاء، مراكش، أكادير، تيفلت، الخميسات. لذا نسألكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل سلامة وأمن مستعملي هذه الطرق، وشكرا. شكرا، تفضل السيد كاتب الدولة. سيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال، واللي بالفعل هو سؤال مقلق. أنا معك اليوم، الوزارة وطرق السيارة منشغلون كثيرا بهذه الظاهرة اللي ما غاديش نقولوا هي ظاهرة بالمفهوم ديال الظواهر إذا حللناها، ولكن تتبقى بالفعل مزعجة وتؤدي بأرواح العديد من المواطنين الأبرياء. اليوم بالفعل كاين لجنة وطنية اللي ماشي ما تهمش فقط التجهيز والشركة، وإنما تهم عديد من القطاعات الأمنية الدرك إلى آخره. فاليوم كاين لجنة وطنية اللي بالفعل أخذت هذا الملف على عاتقها، واليوم كاين إجراءات اللي هي آنية المواقع اللي بالفعل أكثر خطورة اللي هي نوار كما يقال، غتنشتغلوا عليها على أساس أنه بالفعل أولا غادي يكون تسييج ديال العديد من القناطر اللي توقع فيها هذا الشيء. إذا التسييج، وكاين الإضافة الثانية اللي غنشتغلوا عليها في هذا الأفق ديال هذه السنة، هو أنه توضع كاميرات للمراقبة على جميع الخطوط اللي أساسا غنبداو بالخطوط السوداء، ومن بعد نعموا على جميع التراب الوطني في مجال ديال الطرق السيارة، بالإضافة إلى عديد من الإجراءات اليوم الأمنية التي نحن بصدد إخراجها إلى حيز الوجود مع الفرقاء الآخرين من الهيئات الأمنية حتى هي اللي تتشتغل على نفس الموضوع. شكرا. شكرا. تعقيب. سيد الوزير، بغينا حلول آنية ومباشرة. المغرب تتوفر على واحد الطريق السيارة، شبكة طرق السيارة لا بأس به، وعليه ضمان سلامة مستعملي الطريق السيارة مسؤولية الحكومة ما دام المواطن يؤدي بثمن الخدمة، ما دام الأمر يتعلق بمرفق عمومي. السلامة الطرقية تعني أيضا الوقاية من حوادث السير بسبب العراقيل التي يجدها مستعملو الطرق السيارة. قطع الطريق السيارة من طرف الأشخاص والحيوانات السيد الوزير باقا تنعيشوها في المغرب. الإصلاحات المتكررة بطرق السيارة دون احترام المعايير المعتمدة في هذا المجال، غياب دورية المراقبة على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. سيد الكاتب الدولة. نعم، هو السيد النائب طلب ان الحكومه وطرق السياره تحمل مسؤوليتها، نحن نتحمل مسؤوليتنا. قلت لك كاين عديد من الاجراءات اللي هي بصدد اليوم انها تخرج للوجود، المراقبه راها كاينه. استسمح ولكن العدل في توزيع التوقيت. شكرا.